بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. في البداية اسمحوا لي، الواحد ممكن يكون فيه دور برد شوية، ولكن في الوقت الصعب اللي احنا بنمر بيه ما ينفعش ان نبقى موجودين مع حضراتكم، ونأكد على المناشدة لأعضاء الجمعية العمومية اللي من وجهة نظرنا دايما هم اللي بيقودوا النادي، اللي يبقوا موجودين. فما ينفعش اللي احنا النهاردة ما نبقاش موجودين مع حضراتكم كالعادة، لأن عندنا بعض الأمور المهمة والقضايا المهمة اللي بنناقشها لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وأعضاء جمعيته العمومية. في البداية هنتكلم عن فرقة كرة القدم الأول. الحمد لله رب العالمين، بعد الأجازة الفريق بيرجع النهاردة، بيقود التدريبات كابتن أحمد أيوب، في مجموعة المنتخب موجودة مع هتبقى موجودة مع المنتخب بالاستعداد لمباراة أوغندا. في المجموعة الثانية اللي هي مش موجودة في المنتخب اتدربت النهاردة. تدريبات في البداية بعد أجازة بتبقى خفيفة أكيد، ولكن شعارنا أفريقيا يا أهلي. اتكلمنا في الأسبوع اللي فات وخصوصا قبل مباراة الكاس، قلنا بعيد عن اللي احنا نتكلم على الكاس ونقدم دعم للجهاز الفني ونقدم دعم للاعبين، مهم جدا كنا نقول الكاس يا أهلي. في البعض على طول بقى شعار عند كل أهلاوي الكاس يا أهلي. الحمد لله ربنا وفقنا، ومباراة كانت مهمة جدا جدا، والانتصار لما بيجي في الوقت الصعب بيبقى ليه كمان طعم آخر عند الأهلاوية. النهاردة من النهاردة أفريقيا يا أهلي. النادي الأهلي يستعد، كلنا ورا النادي الأهلي، وده الطبيعي وده المفروض. بعيد عن الكلام اللي بيحصل ده أكيد وده وارد، اللي كل واحد بيدافع عن حقوقنا دي، وده دورنا اللي احنا ندافع، لكن كمان وطول الوقت لازم نتكلم على فريق كرة القدم، لأن النادي الأهلي لو قدر يحقق بطولة أفريقيا السنة دي كمان في كرة القدم يبقى إنجاز يحسب لكل الأهلوية، مش لمجلس بيدير ولا أعضاء جمعية عمومية موجودين ولا جماهير موجودة، لكل الأهلوية أكيد هيبقوا فخورين باللي النادي الأهلي اللي بينتموا له بيحققه. هرجع وأقول مرة تانية، ألعاب جماعية كان في نتائج مش عاجبانا كلنا، وكان في ما كانش فيه صفقات، كان فيه اهتمام بكرة القدم أكتر شوية، عشان الناس دايما بتحب فرقة كرة القدم تبقى في مكانتها الطبيعية ومنصة التتويج. السنة دي الشغل في كل الاتجاهات، في الألعاب الجماعية أول مرة في تاريخ النادي الأهلي بيحقق بطولة السلة في بطولة أفريقيا، اليد عامل إنجاز كبير جدا جدا جدا، كرة الطائرة مع الكابتن محمد مسلحي، كل الناس عاملة شغل كويس جدا في الألعاب الجماعية، تنس الطاولة، كاراتيه، سباحة، شغل محترم. كرة القدم دوري وكاس بعد غياب 10 سنين بندور على أفريقيا، عشان كده هرجع أقول تاني أفريقيا يا أهلي، أفريقيا يا أهلي، عشان دايما إحنا بنتحدى الصعاب، دايما النادي الأهلي بيقدم أمور مختلفة أو بطولات مختلفة أو إنجازات مختلفة عن الجميع، عشان كده ده الأهلي بكيانه بجماهيريته الكبيرة. يا رب تمم السنة دي على خير ببطولة أفريقيا اللي غايبة عننا شوية، ولكن عندنا ثقة كاملة في الجهاز الفني وجميع اللاعبين الرجالة اللي في الوقت الصعب بيبان معدن الرجال. كمان الفكرة اللي بعض بشوف البعض في الإعلام المصري بيقعد يتكلم على الترجي فريق منظم وفريق مش عارف ايه وفي ايه وخط ايه ودفاع ايه، احنا الاهلي يا جماعه، احنا الاهلي اللي جاب بطوله افريقيا من الصفاقس في الصفاقس هناك، وكان كل الاهلاويه محبطين بعد المباراه الاولى، ولو سالت اي اهلاوي في الشارع يقول خلاص البطوله راحت. احنا الاهلي اللي كان فيه ظروف صعبه جدا، ما كانش فيه جماهير ولا كان فيه رياضه في مصر، ومع حسام البدري ومن الترجي رحنا أدينا واحدة من أروع المباريات في تاريخ النادي الأهلي، ورجعنا بالكاس من بره، ورجعنا بالكاس من مباراة الصفاقس بره، ورجعنا من القطن الكاميروني من بره. ف ليه دايما نمجد في الفرق اللي بيلعبها النادي الأهلي وننسى معدننا إحنا وتاريخنا إحنا؟ إحنا كبار قوي والأهلي عظيم قوي. فأنا بأكد على ده اللي إن شاء الله قادرين في أي تحدي، لأن هو ده الأهلي. كمان عايز أكد على نقطة مهمة لحضراتكم، كلام كتير برضو مرة تانية على الصفقات ومش عارف مين مدافع وخلاص الأهلي قرب من فلان ويبتدي تمشي
كلنا نقعد نتكلم على لاعب مثلا سوري او مصري ونمشي في الخط ده، ولما ما يجيش اللاعب ده حصل اخفاق والتعاقد. انت اللي اخترعت الفكره اساسا، انت اللي اتكلمت على الفكره، محدش قال لك ان الاهلي بيفاوض حد، ومحدش قال لك ان الاهلي جايب حد. انت بنيت فكره من دماغك ومشيت عليها، ولما ما تتحققهاش فتقعد تقنع الناس ازاي اللعيب ده ما جاش. فده مش صح. في الكواليس كلام مع بعض اللاعبين، باكد اللي فيه، والكلام الاكتر على لاعب مصر في مكان السردباك، ولكن في لعيبه رجاله موجوده، محتاجين يبقى في سردباك موجود عشان المشوار، وعدد لازم يبقى في لعيب موجود مع اللعيبه اللي موجوده، باكد معاكم على ده وموافقكم على ده، ولكن الاهم اللي احنا دلوقتي الاهلي ابتدى استعدادات، فمن اول يوم استعدادات قلنا فرقه الكوره ما ينفعش نتكلم عنها خالص طول ما هي اجازه، لان عايزين نبعد اللعيبه ما نشتتش افكارهم، ما نكلمهمش في كوره خالص، لان الطبيعي في اي حته في العالم اللعيب لازم ياخد شهر او ثلاث اسابيع راحه، فده ما حصلش وما بيحصلش كده غير عندنا. امور بقى مرتبطه بالنظام، بالمواعيد، بالالتزام، بالرؤيه، بامور كتير جدا، بالتخطيط، وده احيانا بيبقى صعب، بنعذر فيه المسؤولين شويه، واحيانا مش هقول بنهاجمهم، بس احيانا بنقول لهم لا في عيب عندكم، الايد بتبقى مرتعشه، والايد بتبقى خايفه، والايد بتبقى بتعمل حسابات لناس على حساب ناس، فاللي بيدير ما ينفعش ايده تبقى مرتعشه، لازم قراراته تبقى بايد من الحديد. وهرجع اذكر نفسي واذكر حضراتكم في بدايه الدوري اللي فات ده اللي الاهلي حسمه قبلها باربع اسابيع، حصل من المدربين مشاكل كتير جدا، فكان في ردع، تلاقي المدرب هنا اخذ 8 ماتشات، وهنا 6 ماتشات، وهنا 4 ماتشات، وهنا مش عارف 5 ماتشات، فبالتالي الكل التزم، فاحنا بنيجي بالكلام ده، هي دي الحقيقه، بنيجي لما بيبقى فيه ردع في القرارات، لكن لما بنعمل حساب وفلان وعلان وما تجيبليش الحكم ده وهات لي الحكم ده، لا ما تحطليش دي، لا ما تعمليش البند ده، لا مش عارف حط لي ايه، بتتقلب الموضوع لسلطه. واحنا في النادي الاهلي اتربينا على الانضباط زي المؤسسه العسكريه بالظبط، اتربينا على الانضباط، اتربينا على الالتزام في المواعيد، اتربينا على تحقق اهدافك مع احترام الخصم. فمن هنا هرجع لمباراه افريقيا، بنحترم فريق الترجي وبنحترم جمهور الترجي جدا، وعلاقتنا بيه محترمه جدا جدا جدا، لكن كمان انا عايز اكسب. فمن ضمن اللي بيعمله الكابتن حسام في الكواليس حتى على مستوى التصريحات، المدرب اللي يبقى خايف اتعلمه معايا ده، المدرب اللي خايف هو بيقابل فريق يقول لك ايه ده ضعيف، ده دفاعه وحش، ده مش عارف ايه، ده الباك رايت عنده مشكله، ده الباك ليفت مش عارف، ده خط هجومه الناس مش منظمه، بيقعدوا يتخانقوا، تلاقي بيبرر اعذار ويقعد يقلل من الخصم. فالمدرب اللي بيعمل ده تعرف اللي هو خايف من المنافس، مش بيحترم، عشان كده تلاقي مفاجآت على طول. لكن اللي بيحترم المنافس وبيذاكره كويس ويديله قدره حتى لو هو ضعيف، بتلاقي ربنا بيوفق، لان انت احترمت المنافس سواء في التصريحات او سواء من تركيز لعبتك او سواء من مذاكره الفريق. خليني كمان بسرعه انتقل لزميلي